يا سمر خير، مالك؟ مالي؟ مالي اني قرفت منك ومن انانيتك يا شيخه؟ انتي ايه؟ ما عندكيش ريحه الدم ولا الاحساس؟ عمرك ما هتتغيري؟ انتي عارفه كويس قوي ان انا معجبه بيه واني بتمنى انه يطلبني للجواز، بس انتي زي ما انتي، عمرك ما هتتغيري. اللي عملتيه معايا زمان يا وسيله بتكرريه تاني، اللي عملتيه مع ادم بتكرريه تاني مع فايق. انتي ما بيحللكيش حاجه الا اللي في ايد غيرك. غيري؟ غيري ايه؟ اوعي تكوني فاكره انه كان في ايدك اصلا. يا نهار اسود، ما كانوش كلمتين على ضحكتين اللي خلوكي تبني الوهم وتعيشي اللاف ستوري الرهيبه اللي في دماغك دي. انا بقى ذنبي ايه؟ والله يعني ادهم كان وهم برضه يا وسيله، ولا انا كان بتهيألي؟ لا يا سمر، ما كانش بيتهيألك. ادهم كان معاكي في الاول، كنتوا بتحبوا بعض، او على الاقل انت كنت متخيله ان اللي بتحبيه. بس انا بقى ذنب اهلي ايه انك بتختاري رجاله مش شبهك؟ مش ستايلك يا ستي، ما بيلاقوش نفسهم معاكي. وهو ده اللي حصل لادهم على فكره. ادهم في الاول اختارك، وبعدين حس انه مش مبسوط، وحس ان انا شبهه اكتر. انا مالي بقى؟ كنت بضربهم على ايديهم عشان يقولي يا بجاحتك يا شيخه، انت لا يمكن تكوني اختي. انت صح على فكره وصح قوي، بس انت عارفه بقى ايه هو اللي غريب؟ الغريب ان في ناس اغبيه قوي ما بيتعلموش بالدروس اللي فاتت، وانا يا ستي واحده منهم. اني قبلت اني اجي واعيش معاكي، قلت معلش وسيله اختي اتغيرت وبقيت واحده تانيه، بس الظاهر ان مفيش فايده. انتي هتفضلي زي ما انتي، انانيه ما عندكيش ريحه الاحساس، صاحبه نظريه انا ومن بعدي الطوفان. هي مش غلطتك انتي، هي غلطتي انا، بس المره دي انا استوعبت الدرس قوي يا وسيله، ومش هقعد لك ولا لحظه في القصر بتاعك ده انا وبناتي. انتي ما بتشوفيش الا نفسك، وما عندكيش استعداد تشوفي حد غيرك. يا سلام، اولعي بس يا ستي. عملت كل اللي انت قلت لي عليه، ولعت له في المكتبه، وبعدين رحت له بقى متشحتفه ومتقصره، واديته الفلوس عشان يصلحها. بس عمال كده اتقرب له كل شويه. بس في حاجه عايزه افهمها يا وسيله. ايه يا سوسو؟ انا عايزه اعرف انت ليه بتعملي في نبيل كده؟ ده مربيكي برضه يعني زي ابوكي بالظبط. وانا بعمل فيه ايه؟ اوعي تكوني فاكره ان انا بكرهه. بالعكس، ده انا حتى بفكر اتجوزه. الله الله، ده انت عايزه تجيبي ساميه ارض ارض. ومين عروسه بقى ان شاء الله يا اختي كده؟ انت يا سوسو يا موز. ايه؟ انا؟ يا نهار اسود، انت عايزه ساميه تذبحني ولا ايه؟ مين ده؟ ده احنا اللي هنذبحها بسكينه بارده. جوازك من نبيل هيقطم ظهرها ويهدها ويخرس لسانها كمان وكمان، عشان نخلص خالص بقى. طب وانا هستفاد ايه بقى من الليله السودا دي كلها؟ استفيدي ايه؟ استفيدي انك هتفرشي غلك وغل. بس كده وايه كمان؟ ده غير ان انا هديكي 100,000 جنيه نقوتك يا عروس. يا لهوي، نبيل ده ازاي ما كانش باين قدامي من زمان؟ ده كان تايه عن دماغي فين؟ يا لهوي، بس بجد الله اكبر عليك يا وسيله، الله اكبر يا حبيبتي، ده انت الشيطان يعلق صورك في كل بيته. الله اكبر. صباح الخير يا نبيل. صباح الفل يا ست الكل، ده ايه النور اللي هل عليا ده؟ ربنا يخليك، ما يجيش من بعد نورك ابدا يا نبيل. ايه رايك بقى في المكتبه بعد ما اتدهنت واتجددت؟ مش عايزه اقول لك، بقت تحفه، بسم الله ما شاء الله، بجد تجنن. البركه فيك يا سعاد، انا مش عارف من غيري كنت هعمل ايه. ما تقولش كده يا نبيل، انا ما عملتش غير الواجب. لا ازاي بس، ده جميل في رقبتي، عمري ما هنساهولك. ربنا يخليك. ايه اللي اتشالها دي؟ دي هديه كده بسيطه يعني، بس عايزاك تعلقها في اكتر مكان في المكتبه بتبص عليه. ده اكيد منظر طبيعي مش كده؟ في الحقيقه لا، دي يعني كلام قران كده يشرح لك صدرك. يا سلام على قوه ايمانك يا سعاد. اكيد ايه الكرسي؟ لا، تبقى المعوذتين صح؟ برضه لا. طب ايه يا بالظبط، غلبتيني معاك. افتح وشوفها يا اخي. الله، بص بقى، بص المفاجأة الحلوة دي. يا سلام،
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا سلام، إيه الحلاوة دي؟ ممكن تقولي بقى أكتر حتة بتبص عليها في المكتبة عشان أعلقها فيها؟ فايق، هو كان في مشكلة في المكان بتاع المصنع امبارح؟ مشكلة؟ لا مفيش أي مشكلة. واضح إن أنا فهمت غلط بقى. هو في حد قالك إن في مشكلة أو حاجة؟ لا أنا سمعت بس عامل بيتكلم مع زين فافتكرت إنه يعني واضح إن أنا فهمت غلط خلاص. على فكرة أنا فكرت كمان في الموضوع اللي كلمتني فيه. موضوع ايه؟ موضوع ازاي يعني؟ موضوع جوازنا يا فايق. جوازنا؟ مالك مالك بهزر معاكي مالك؟ سم ها؟ قررتي ايه؟ هو مبدئيا اوكي يعني بس بس ايه؟ بس انت لسه متجوز وانا ما احبش بقى الناس تقول دي خربت بيوته وخطفت الراجل من مراته والجو ده، انا ما احبش كده. هطلقها. طيب خلاص يبقى لما اطلقها واشوف انا بقى ورقه الطلاق نبقى ساعتها نكتب الكتاب وانا ضميري مرتاح. اوكي؟ اوكي. تعملي ايه يا عمتي؟ اسمع خليني انا اساعدك. لا طيب معلش بطيئه، قولي لي هي امك تاخرت كده ليه؟ هي فين؟ راحت تزور واحده صاحبتها، اصل انت عارفه طول عمرها صاحبه واجب. طب صاحبه واجب الحمد لله على سلامتك يا سمر. عامله ايه سمر؟ هي مالها يا عمتي؟ في شكلها بتعيط. اكيد في حاجه مضايقاها. هاي ازيك يا سهى؟ ممكن اكلم سمر؟ خير؟ نعم. ممكن اكلم سمر؟ انت جاي ليه اصلا؟ عايز ايه؟ مش كفايه اللي جرالنا من تحت راسك؟ لو سمحتي ممكن اكلم سمر؟ انت ايه اللي جايبك ورايا؟ اتفضل امشي اطلع بره، انا مش عايز اشوفك، مش عايز اشوفك. ايه يا سمر؟ ايه اللي بيحصل؟ ها؟ انا مش همشي من هنا لما اقول كل اللي عندي. لازم تسمعيني يا سمر. انت لسه عندك كلام؟ انت لسه هتقول؟ الله فهموني ايه اللي بيحصل. انا هقول لحضرتك موضوع السدهية بتاع سمر اللي عمله وسيلة بالاتفاق مع رويدة ومع فايق، وكل ده ليه؟ عشان اختها تروح لها وهي مكسورة بأي شكل. يا ساتر يا رب، سلام قولا من رب الرحيم. يا ساتر. معقولة يا عمتي؟ كذاب. انت بتقول كده بس عشان توقع بيني وبينها. انا فاهمك كويس. كذاب. انا مش كذاب، وسيبكم من الكلام الفاضي اللي انتوا عمالين تقنعوا نفسكم بيه ده. اوقع بينكم ايه؟ ما انتوا واقعين خلقه. وبعدين براحتكم، عايزين تصدقوا تصدقوا، ما تصدقوش ما تصدقوش. بس في حاجه افتكرتها كده عايز اقولها لكم. اللي تعمل كده في امها وسمعه اهلها ما اظنش ان عندها مشكله انها تعمل كده في اختها. عن اذنكم. ياما يا ماما، انت طلعتي امتى؟ بتعزي سعيكم مشكور يا سعاد، وانت يا سفله يا واطيه. خلاص ليكي عين تنبسطي وتتجوزي وتفرحي. يا خساره يا خساره تربيتي فيكي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الحال عاليه ولا ايه؟ بتصوري اختك عريانه يا مريضه يا واطيه. جايه تعملي لي فضيحه من فرح يا سمر؟ ماشي، وحياه امك اللي واقفه دي، لا دفعك تمن اللي بتعمليه دلوقتي ده غالي قوي. فاكره 2 مليون جنيه؟ وحياتك لسجنك يا سمر، ما بقاش وسيلة اما مرمطتك يا سمر. انا هوريكي عشان تبقي تعرفي كويس قوي تفكري 1000 مرة قبل ما تدوسيلي على طرف. وكمان هتسجنيني
وحياة أمي وأمك لفرجت.